اهلا بيكم معانا في سخن وساقع. النهارده هنعمل اكله جامده جدا من امتع الاكلات في مصر وفي المطبخ الايطالي بالتحديد. هنعمل لازانيا وعايزاكم تشوفوها النهارده هنعملها ازاي صح قوي وباقل الامكانيات. معايا دلوقتي حوالي نص كيلو دقيق، نص كيلو دقيق بالتقريب يعني، وسهولة العجينة ديت ان هي ما بتاخدش غلبة كتير، يعني هي بتتعمل على طول وبتبقى سهلة جدا، هي بس محتاجة شوية حرفنة في التعامل. عندي كمان بيض، 6 بيضات. هو المفروض ان احنا ما نحطش، نحط حوالي 5 بيضات بس عشان ما عنديش مكنه تفرد العجينه الباستا نفسها فلازم تكون معايا مرنه شويه، فانا هحط لها 6 بيضات يدوها شويه طراوه وفي نفس الوقت تتفرد معايا وتبقى اسرع كمان في السلق، هتبقى مميزه جدا. كده 4 5 6. واول حاجه خالص اول ما نبدا عشان الدقيق مع البيض بس ما يعملش شويه غبار كده، هنبدا على الهادي لحد ما البيض يلم شويه في الدقيق، وبعدين هنزود شويه بشويه. اثناء ما بنزود كده هنضيف ذره ملح صغيره، حاجه خفيفه خالص كده، وبعدين معلقتين زيت زيتون، ده هيخلي العجينة تلم مني أكتر وهيديني سرعة فرد ومرونة أسرع للعجين نفسه. دلوقتي أنا حاسة أن العجينة بتاعتي لسه يابسة شوية، هنضيف لها كمان بيضة وبشويش خالص لحد ما هتلم معايا. هضيف كمان بيضة عشان العجينة تفضل معايا أطرى شوية كمان كده. تمام قوي كده، العجينه كلها اتلمت معايا في الخطاف ده ونضفت لي الحله. هناخدها بقى كده نرفعها وده كان شكل العجينه بعد ما لميناها من العجانه. هسيبها بس تريح شويه كده على جنب في مكان ما يكونش بارد، وعندي فوطه اغطيها بيها. نبدا بقى دلوقتي نعمل صوص البولونيز اللذيذ. عايزه اشغل دي، احط عليها حله تسخن، اهم حاجه في صوص البولونيز ان صوص الطماطم يندمج قوي مع اللحمه، وكمان الاهم من كده انه اللحمه ما تكونش مفرومه قوي وشين، لا يعني تكون مفرومه وش واحد بس، يعني تبقى مخرزة، اللحمة المفرومة تبقى مخرزة، ده أفضل بكتير قوي. وأنا باكل اللحمة مع عجينة المكرونة بيكون ليها تيست كده أطعم بكتير قوي من اللحمة المفرومة الوشين اللي عاملة زي الموس دي، لا كده مخرزة أفضل بكتير. أول حاجة خالص شوية زيت، وراهم على طول معلقة زبدة، هدي النار عليها. هنزل بقى بالبصلاية، بصلاية مبشورة. كمان مهم جدا ان البصلاية ما تكونش مفرومة خشن علشان ما تبانش قوي معايا في الصوص، لانه ده صوص يعني مش حشوة، مش المفروض انه الصوص اللي بيتعمل مع البولونيز يعني يكون حاجة كده ناعمة شوية، صوص مش حشوة عادية زي الحشوات بتاعتنا المصرية، فالبصلاية تكون ناعمة خالص. هنزل بقى فوق البصلاية بالتوابل، الفلفل الاسود طبعا، عندي توابل اللحمة، 7 بهارات الموجودة عند العطار، بيكون بقى فيها حبهان وحبهان مطحون، وبيكون فيها زعتر، وبيكون فيها ورق اللورة حتى، وجوزة الطيب، بيكون فيها 7 بهارات ديت بتاعت اللحمة، بتدي للبصلاية وبتدي للحوم نكهات جميلة جدا وبتعطر كده الأكل.
دلوقتي البصلاية بدأت كده ان هي تاخد لون، تتشقر، بس هنزل عليها بالريحان الفريش. الريحان الفريش من اهم المكونات اللي لازم واحنا بنعمل بيها اكل ايطالي لازم يبقى موجود عندي قاعدة ثابتة، زي الفلفل الاسود والحبهان والحاجات بتاعتنا كده في مصر. الريحان ده كمان كده حاجة لازم يبقى موجود معانا. هنحطه كده فريش، وبعدين بقى هنزل باللحمة. اللحمة زي ما احنا شايفين مخرزة، عايزاها بقى تتشوح كده في البصلاية وتستوي. بمجرد ما هتغير لونها هضيف لها صوص الطماطم، بس دلوقتي انا هسيبها شوية صغيرين خالص عشان بس تاخد لون، واعلي النار عليها كده تشكشك بسرعة. هنعمل بقى دلوقتي صوص الكريمة. هو صوص بشاميل عادي جدا، بس كل الميزة اللي فيه ان هو بيكون ادسم شوية، يعني بيكون معمول من لبن وكريمة بس، علشان التست بتاع البولونيز لازم يكون حاجة غنية قوي، حاجة كده روعة. انا دلوقتي هدي اللحمة تقليبة، وبعدين شايفين لونها جميل جدا جدا جدا، وريحة الريحان بقى كده طلعت وزحزحت. دلوقتي هضيف لها معلقتين صلصة بوريه، تقليبة، وبعدين شوية صوص طماطم عادي جدا. دلوقتي عايزة أعمل الصوص الكريمة. صوص الكريمة هحط مكعبين زبدة، ومعهم شوية زيت عادي، أي نوع زيت، زيت ذرة، زيت عباد، أي نوع زيت خفيف من الزيوت النباتية العادية. عندي كمان معلقتين دقيق. انا بحب استعمل جدا المضرب السلك في كل صوصات الكريمي، عشان ما بيساعدش معايا انه الدقيق يخرز مني. دلوقتي الزبده بدات تسيح، مش عايزاها تتقدح قوي، يعني هو يدوب بس كده. المرحله دي من الدقيق والزبده اسمها رو، يعني بنروب كده الدقيق مع الزيت بنعمله رو، وبنخليه كده يمتزج مع بعضه قوي الدقيق في المادة الدهنية. بمجرد ما الدقيق هيفك كل التخريزة اللي فيه في المادة الدهنية بتاعتي، هيبقى بالشكل ده، لونه جميل جدا، تحس ان هو بقى ناعم كده. هنزل عليه بالكريمة وهقلب. بمجرد ما الخليط ده هيسخن هو هيتقل لوحده ويبتدي يديني القوام الكريمي اللي انا عاوزاه. عندي بقى هنا في صوص البولونيز معلقة سكر. معلقة السكر دي بنحطها دايما في معظم الصوصات اللي واخدة طماطم، علشان السكر بيزود لي الطعم بتاع الطماطم شوية، وبيعلي لي السور بتاعها، بيخليها ان هي تبقى حاجة كده لذيذة، بيعلي طعمها قوي، بيخليها ليها نكهة مميزة.
هو مش هيغطي خالص على طعم الطماطم، بالعكس ده هيديها طعم ألذ. وشايفين كمان دلوقتي انه اللحمة فضلت معايا مخرزة، علشان وانا باكل زي ما قلنا ما نحسش ان احنا بناكل حاجة كده. لازم نستمتع بطعم اللحمة جوه المكرونة. هنزل بقى دلوقتي ببشر الجزر، جزر مبشور. الجزر دوت برضو بنحطه عشان فيه نسبة سكريات ونسبة فيتامينز هتزود لي الصوص، وانا حطيته في الاخر عشان انا مش عايزة اعمله سوتيه ومش عايزة اشوحه، لا انا عايزة الجزر يفضل كده زي ما هو. بس كل الحكاية ان هو هيستوي يبقى بري اكتر في قلب الصوص. واهم حاجة ان صوص البولونيز ياخد وقت طويل على النار لحد ما تتأكدي تماما انه اللحمة بتاعتك استوت. كده تقريبا كمية الجزر اللي انا حطيتها معقولة. على فكرة الجزر هيديها نسبة سكر جميلة قوي، يعني هو من اصلا الخضروات المسكرة، فهيديلي هنا في الصوص دوت حاجة كده هتحس ان هي مسكرة مع اللذاذة بتاعت الطماطم والزبدة والبهارات اللي احنا حطيناها، ده غير طبعا ريحة الريحان. نعلي كده عليها النار. دلوقتي بقى عايزة شيك على صوص الكريمه. زي ما قلت لك بمجرد ما حراره الكريمه هتعلى مع الرول اللي احنا عملناه، لانه دي كان سخن والزبده كانت سخنه، خلاص بقى دلوقتي الكريمه فيه، يعني بقى ربط معايا، لونه حلو جدا كده. في العادة احنا بنستخدم في الاكل الايطالي انواع جبنة معينة زي البارميجان والموتزاريلا وبنخلطهم على بعض، بس ده لو مش متاح عندك انت ممكن تستخدمي الجبنة الرومي. تبشريها كده في قلب الصوص. كده. نديله تقليبة خفيفة بحيث بس ان الجبنة تبقى فيه تسيح، تبقى معايا جوه الصوص، ما يكونش ليها اي اثر من اثر البشر ده. شايفين؟ وكل ما بتسيح اكتر كل ما بتحس ان الصوص بتاعك بيمط اكتر في كده. كده تقريبا صوص الكريمة دن، نطفي عليه خلاص خلص واداني القوام اللي انا عايزاه. وكده كمان صوص البولونيز استوى، واهم حاجه برضو تتاكدي انه اللحمه استوت تماما. هنطلع فاصل ونرجع حالا، خليكي معانا.